الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق. مصر وأربع دول تندد بتحركات تركيا في شرق المتوسط وتدخلها العسكري بليبيا. الصحة تعلن تسجيل 346 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا وثمان حالات وفاة. الثانية صباحاً 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، قدم خلاله التهنئة على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة. وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء العراقي أعرب عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكدا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات. أعرب وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص إضافة إلى الإمارات وفرنسا عن بالغ القلق إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط. عبر الوزراء الخمسة عقب اجتماع بتقنية الفيديو في بيان مشترك عن إدانتهم الشديدة للتدخل العسكري التركي في ليبيا، مشددين على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات حظر توريد السلاح. كما أكدوا أن مذكرتي التفاهم بين تركيا والسراج تتعارضان مع القانون الدولي وتقودان الاستقرار الإقليمي وتنتهكان الحقوق السيادية لدول شرق المتوسط. وطلب البيان الأطراف الليبية بالتزام هدنة وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان والالتزام بالحل السياسي وفقا لآلية برلين. وصف اللواء أحمد مسماري المتحدث باسم قائد الجيش الليبي البيان الصادر عن مصر ودول شرق المتوسط بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي. وأكد خلال مؤتمر صحفي أن البيان يعتبر وثيقة يستند إليها المجتمع الدولي لتحقيق استقرار ليبيا. من جهة أخرى، انتقد المسماري صمت بعثة الأمم المتحدة عن نقل تركيا مئات الضباط ونحو 17,000 من العناصر التكفيرية من سوريا إلى ليبيا، مؤكدا أن أحلام أردوغان التوسعية ستنهار في ليبيا. أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثبات تصنيف مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس تصنيف وكالة موديز التوقعات المستقرة لقدرة مصر على تحمل التحديات الائتمانية المستمرة وعدم تغييرها ماديا في ظل الصدمات العالمية والتي تمثلها جائحة فيروس كورونا. أشار البيان إلى أن التحسينات في الحوكمة وفعالية السياسة في السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه الصدمات الحالية، خاصة في ظل توفر قاعدة تمويل محلية واسعة واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 346 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا وثمان حالات وفاة. وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 9746 حالة، بالإضافة إلى 533 حالة وفاة. كما أشار البيان إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 2172 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2655 حالة.
يواصل مطار القاهرة الدولي استقبال رحلات الطيران الاستثنائية لنقل المصريين العالقين في الكويت، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين هناك، حيث استقبل المطار رحلتين تقلان أكثر من 300 مصريا، وتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، ثم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة لمدة 14 يوما. ختام هذا الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.